يأمل الكثير من سكان دمشق ومناطق أخرى تحت سيطرة الحكومة السورية في أن تسهم الضربات الجوية الروسية في إنهاء النزاع المستمر منذ العام 2011. هو رسالة للعالم بأنه سياسة القطب الواحد انتهت، ومحاولة من الروس ليقولوا أنه نحن لساتنا موجودين، موجودين بقوة كمان. زيارة الرئيس بشار الأسد الأخيرة لموسكو أثبتت هذا الشيء. استقبال الرئيس فلاديمير بوتين له هي رسالة كمان للعالم بأنه روسيا ما حتتخلى عن موطئ قدمها الأخير بالشرق الأوسط واللي هو سوريا. وقد عدل بعض السوريين في الوقت الراهن عن قرار الهجرة بسبب النزاع المستمر في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الميدانية في البلاد في ضوء الضربات الجوية التي تشنها روسيا منذ نهاية الشهر الماضي. العمليات العسكرية الروسية كان لها كتير أثر كبير بالتأثير على الشارع السوري بالإيجابية، وعطت أمل كبير فينا طالما أنه دخلت قوة خارجية مؤيدة لنا يعني، وحتحقق انتصار كبير على الأرض. وهلا بما أنه سيد الرئيس سافر على روسيا فعطت ضربة كبيرة للعالم أنه نحن صامدين لآخر نفس يعني. ويسود الشعور بالتفاؤل الكثير من الدمشقيين وخصوصا القاطنين في مناطق تحت سيطرة قوات النظام. جيشنا تعب بهالفترة كتير وإجا التدخل الروسي بتوقيته. صلنا 5 سنين تقريبا نحن بالحرب، ما صار تقدم بصراحة. لما دخل الجيش الروسي صار في تقدم، وصارت نفسية العالم إنه يعني رجعت شوي الحياة للبلد. يعني صرنا نشوف التلفزيون إنه فاتوا على دارية، الجيش سيطر، عم يسيطر بدارية، عم يفوت على حمص، على حلب. قبل ما كانت، قبل ما يتدخل الجيش الروسي. وتزدحم الأماكن العامة والمقاهي في العاصمة بروادها من الشبان والرجال حتى ساعات متأخرة من الليل، يتبادلون الأحاديث والأخبار حول التعاون السوري الروسي. التعاون العسكري السوري الروسي اليوم ضروري لتثبيت الدولة السورية، ولكن المشكلة أن أي عمل عسكري يجب أن يستثمر فيما بعد سياسيا، وهون المشكلة. إذا لم يتم استثمار العمل سياسيا فبالتالي نحن نذهب إلى معارك أخرى ونذهب إلى انفلاتات أخرى. وتوفر الطائرات الحربية الروسية منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر غطاء جويا لعمليات برية متزامنة يقودها الجيش السوري في محافظات عدة.